المشكلتين اللي يعانونها سكان الأغوار الشمالية اللي هو شارع رئيسي دولي يسموه شارع دولي الآن، ومشكلة المياه الشرب ومياه الري للمزارعين. هذول أكبر مشكلتين يعانوا منها سكان الأغوار الشمالية. مية بنشتري مية تنكات من اللي يجيبنا من عين الطبقة، طبقة فحل. مصدر المياه في واحد يعبينا من السلطة، بعض أوقات يجيب لنا من طبقة فحل. مية طبقة فحل مش كويسة، المي والكهرباء لأنه يقول له بدون تخصيص. كل الناس عندها تراخي، يعني متحسبيها أنت الحكومة كلها. ذاك اليوم يعني قلنا لها الشباب هنا أن نطلع الديوان الملكي اعتصام ومقاطعة انتخابات البلدية كمان، المنطقة هي كاملة. الأساس أن الناس تشتري تأخذ تعمر على السريع مشان الحكومة ما تبلش فيها. شايف الأرض اللي بجي منه تحت هذه فاضية، بدك إياها أنت هسه تعطيني 500 دينار بتروح تعمر فيها. يعني طلع يعني وضع المايك طلع. ما ايش قد ما اقول لك بالمنطقه هاي مش داخل التنظيم، واقول لك بدك تخصص بكلفك ما يقارب من 3-4000 دينار، وانا مش قادر يعني اني عشت اجيب المبلغ. نجيب كل ثلاث ايام، يعني عندي انا 7 انفار يعني حتى للشرب والاكل، ونعمل لنا طب نطبخ فيها كمان. لا والله وصخ، بس انا سوى من اجل الحياه نعيش بدنا نشرب. هاي المي نشرب ونتحمم فيها ونشرب شاي منها ونرحب بالضيف منها، هذه المي. يعني قبل كان في عندنا جلك الله حمير، هسه ما في حمير، صار في سيارات نستاجر نستاجر ونجيب فيها. يعني يا ريت ترجع ايام الرويات اول. مشكلتهم هم مش مع البلديه، مشكلتهم مع الاراضي ومع السلطه، سلطه وادي الاردن. سلطه وادي الاردن المفروض الان توزع الاراضي، انت زلمه ساكن فيها من 30 و40 سنه، ليش ما تملكوا اياها يعني؟ قوانين التنظيم الجديدة نزلت في شيء اسمه ارتداد قانوني لكل بيت. طبعا هذا الحكي ما حدا ملتزم فيه، ليش؟ لانه التنظيم يجي على البلد مش البلد اجت على التنظيم. بدك ترخص بيتك، بدك تكون شيء مملوك لك. طب هو انت لا معك لا قشان فيها ولا معك تخصيص، حتى التخصيص بالنسبة لنا كمان ملوك، كويس؟ عبارة عن خزينة الدولة. ما نقدرش نرخص يعني. ولا المية بالسيارات. من صريخة اعتمر من جنب من مناشرة بيخا شو ننسى؟ والله عوج هالله شو بنت بالسيارة بدي. والله السيارة بدي ما جل في شوية غانم بعد عنك، وإحنا بنشرب شو بدنا نسوي؟ أما غير بيجينا تانك الله وكيلك بسبعة وبثمانية وبعشرة. للغانم والبلاد مين بشربوا بالمطارات الحين. شايف المطارات هذول هذول من السنخات يملوه. وهذه ملوها من القناة ومن المشارع. الماتور هذا بيجي يشتري برابيش وماتور مشتارة مشان يشوط على الدور فوق، ذكرت الله الغسال نتغسل والماجة هذه سلامتك. سوي شاي يمكن راح تنقطع المي بهاليومين، نرجع من عبي ما